زيارة ميدانية ديال الحكومة موجودة هنا في إقليم تيزنيت، برامج متعددة اللي كتهم التهيئة الحضارية ديال تيزنيت وكتهم كذلك يعني القرى المغربية. والحمد لله أنه كاين برامج ديال الطرق اللي هي جد مهمة، برامج ديال يعني المسالك الطرقية القروية اللي حتى هي مهمة في المنطقة. شفنا كذلك أنه إعادة الهيكلة ديال الواحات يعني انفتاح ديالها على السياحة باش تكون واحد سياحة داخلية، وكذلك استقطاب السياحة في هذه المنطقة فهو شيء جد إيجابي. استثمارات كذلك اللي تعملت في القطاع ديال الصحة ديال التنزيل ديال الدولة الاجتماعية كيبغاها سيدنا الله ينصرو، اللي كيخلينا أنا كنشوفوا الآن واحد العدد ديال لي سونتر ديال ديسبونسير اللي هما في واحد المستوى عالي، اللي اليوم شفنا جوج اللي تحلوا في هذه المنطقة، وكذلك مراكز سوسيو يعني اقتصادية بالخصوص يعني الناس اللي هما اونديكابيو اللي غادي تواكبهم ان شاء الله لإعادة يعني باش التكوين ديالهم. وهذا الشيء كله كيخلي انه منطقة هي بعيدة، منطقة ما عندهاش إمكانيات ولكن كتبقى منطقة جذابة وفيها استثمارات الآن اللي كتدخل فيها الدولة، واللي سيدنا الله ينصرو كيبغي بأنه العالم القروي تعطيه الأهمية ديالو الكبرى، وهذا ما يعني نعمل عليه لتنزيله.